السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بإذن الله هشرح لكم كيفية تحميل برنامج السيفل 3D 2013 من على موقع اوتوديسك نفسه، وازاي عملية السيت اب بتاعه وعملية عملية التفعيل بتاعته. على الصفحة الرئيسية في موقع اوتوديسك هندخل على اوتوكاد سيفل 3D، تمام؟ هتظهر لنا الصفحة بتاعته بالإمكانيات بتاعته بالكلام ده كله. أنا بخش بس على كلمة فري ترايل، لو ما لقيناهاش هنا هنلاقيها هنا على اليمين، اهي فري ترايل. دي هنا المفروض دي نسخة تجريبية لمدة 30 يوم، تمام؟ احنا بعد كده هنعمل لها الكراك عندنا، دي مش مشكلة، أهم شيء بس نجيب البرنامج ببلاش زي ما احنا عارفين. هننزل تحت بعد ما نملأ الأول البيانات دي كلها، تمام؟ هنا بس عشان هيطلب مني الأوبشن دوت، فرضا أنا إيه هنقيله كده الأوبشنز كلها بحيث إيه أجهز له البيانات اللي هو عايزها. بس أهم شيء عندي هنا في قائمة الفيرجن زي ما احنا شايفين، في نضغط هنا على المثلث الصغير هيظهر لنا 32 و64، ده على حسب الإيه السيستم بتاعنا. مثلا السيستم بتاعي هنا 32، فبضغط على 32 وأقول له داونلود ناو، تمام؟ بتظهر لي الصفحة دي هنا زي ما احنا شايفين. لازم بننزل الأكامي نت سيشن انترفيس دوت البرنامج اللي هو بينزل من خلاله برنامج التنزيل. لو ما نزلناهوش البرنامج مش هينزل، فبنقول له داونلود ذا انستولر، تمام؟ هو مهمته ان البرنامج ده بس بيستخدم ان هو يجيب لنا الايه، يجيب لنا البرنامج من على الموقع النت نفسه. بنبتدي نعمل سيت اب للبرنامج اللي هو الاكامي دوت، نقول له اي اجري ونقول له نيكست، تمام؟ هو بيعمل الانستول بتاعه. هو البرنامج ده بيستخدم في تنزيل اي فيرجن من اي برنامج من موقع الاوتوديسك، سواء الاوتوكاد مثلا او الاوتوكاد سيفل 3D، برنامج يعني مساعد، تمام؟ هنا بيحدد لي، بيقول لي المكان اللي انت عايز تنزل فيه نسخه بتنزلها فين. فرضا انا بقول له اللي الماي ديكيومنت وبقول له نيكست، بيبتدي هو هنشوف كده، بقول له هنا كلوز، هيبتدي هنا زي ما شايفين احنا داونلودنج اوتوكاد. وعلى حسب بقى ايه، على حسب سرعه كل برنامج بيبتدي ايه بيشتغل معانا. ده شكل البرنامج بعد ما نزل زي ما احنا شايفينه كده، مساحته حوالي 3 جيجا تقريبا، تمام؟ انا منزل مع الكراك ومنزل مع الاوتوديسك برودكت كي، دول باذن الله هننزلهم في المواقع التحميل المختلفه. هنبتدي نعمل الانستليشن بتاع البرنامج، دبل كليك عليه هنا هو ده عنده افضل برنامج. هنا بيقول لي عشان هو الملف ده عباره عن ملف مضغوط، هو بيحتاج يفكه الاول بعدين بيبتدي ايه بيكمل الاوبشن بتاعته. هو هنا هيفك البرنامج ده في موقع اوتو ديسك، سوري، في السي، في الملف اسمه اوتو ديسك، بنقول له انستول وبنتابع ايه، بنتابع عمليه الايه، عمليه التحميل. بعد فك الضغط على الملف بتظهر معانا اول صفحه من صفحات الانستليشن بتاع البرنامج او عمليه السيت اب بتاع البرنامج زي ما احنا شايفينها كده. نحاول نتابع مع بعضينا كده خطوة بخطوة حتى نهاية عملية التحميل. معايا الصفحة دي، فبضغط هنا بقول له انستول، تمام؟ بيقول لي تبع ايه كان كله، يعني المكان فين. فممكن نضغط هنا حتى ونقول له أم الدنيا ايجيبت مصر، بضغط هنا اقول له اي اكسبت وبقول له نيكست. بيقول لي هنا وات السيريال نمبر بتاعي، فبقول له مثلا 400 أربعة خمسة أربعة خمسة أربعة خمسة أربعة خمسة، فعمل لي علامة صح. هنا عايز البرودكت كي، تعال نلاقيه معانا في ال 3D. أنا برضه هتلاقيه موجود أنا اللي هو ديسك برودكت كيز، اللي هي المفاتيح بتاعت ال سيفل، سواء السيفل أو الأوتوكاد أو مجموعة البرامج تبع شركة أوتوديسك. فهنشوف اهو الأوتوكاد سيفل 3D 2013 يبقى 237E1، نكتب له هنا كده 237E1، تمام؟ هنلاقي علامة صح ظهرت لنا هنا كده، نقول له نيكست. خلاص دي كده مهمة انتهت معانا الورقة دي. هنا عملية الاوبشن، عايزين ننزل كل البرامج اللي معاه ولا لا. فمثلا انا بضغط اوكي بحيث ننزل البرامج كلها، ونقول له ايه انستول. هو هيحتاج حوالي 2 جيجا عملية السيت اب، تمام؟ هينزلها زي ما احنا شايفين في السي بروجرام فاير في الاوتو ديسك. اقول له انستول، بيبتدي عمليه الانستليشن. انا عندي هنا اهوت عباره عن 13 خطوه، هيبتدي هو ينزلها بترتيب.
مع نهاية عملية الـ setup بتظهر لنا الشاشة دي، بيقول لنا you have successfully installed the selected products، بنقول له finish. تمام، هو الأفضل طبعا بنعمل له restart، بس أنا في الحالة دي هقول له مثلا no. هبتدي أفتح البرنامج. لو فتحنا احنا على الديسكتوب عندنا، تمام، بتظهر على الديسكتوب مجموعة أيقونات خاصة بالبرنامج، اوتوديسك سيفل 3 دي، انجلش امبريال، وفي هنا الانجلش متريك، وفي الاوتوديسك از اوتوكاد. احنا بناخد الاوتوديسك سيفل انجلش متريك لان دي الوحدات المتريك بتاعتنا احنا اللي شغالين عليها. تمام، بنبتدي نفتحها. طبعا هو البرنامج بس اول مره زي ما قلنا بيبقى تقيل شويه، بعد كده بيبقى اخف بكتير من في العادي، يعني بيبقى اخف بكتير، بس هو اول مره بيتفتح بيبقى تقيل شويه. بتظهر معانا الشاشه دي، بنقول له اي اجري ونقول له اي اجري. هو في الافضل في عملية الكراك نقفل الانترنت بتاعتنا خالص، نفصل النت. فمثلا انا عندي هنا عندي هقول له ديسيبل عشان الكراك ما يتفاعلش مع النت وبتاع، فخلينا ايه نقفل النت خالص. انا اقول له اكتيفيت. تمام، زي ما احنا شايفين كده اهوت الميثود بتاعتنا اللي هي الاوف لاين، هنعمل الاوف لاين ونقول له نيكست. بيطلب منا مثلا فرضا هنختار الدولة طبعا ايجيبت ونقول له نيكست. طبعا بيقول لي نملى البيانات دي كلها والكلام ده كله، عشان نقفل الكلام ده كله نقول له مثلا باك باك، نقول له باك تاني. حلو، نقفل هنا، نخش على اكتيفيشن ده عشان نتفادى عملية الكتابة. هنا ظهر لنا زي ما احنا شايفين الريكويست كود، وظهرت لنا الجزئيه اللي تحت اللي بنضغط هنا اي هاف اكتيفيشن كود فروم اوتوديسك. في الحاله دي بنبتدي نخش على الكراك بتاعنا، نفك الضغط هنا مثلا. طبعا خدوا بالكم برده مع عمليه لو انت في انتي فايروس لازم يتفك برده، لازم يتقفل مؤقتا. هنا على حسب انتوا 32 او 64، المجموعه الناس اللي شغاله على الويندوز 7 او ال 64 بشكل عام، بنعمل كليك يمين وبيبقى في حاجه هنا مكتوبه اسمها ران از ان ادمنستريتور. اوكي، دي بالنسبه لمين اللي هم شغالين على اعتقد الفيستا وشغالين على السيفن، اما لو شغالين على الاكس بي زي كده مثلا دبل كليك عادي خالص. تمام، بتظهر لنا الشاشه دي. بنيجي هنا اول حاجه بنعمل باتش، بيقول لي باتش سكسسفولي باتشد، واقول له اوكي. ببتدي اخد الريكوست كود بتاعنا من هنا ده واعمل له كنترول سي، هي اشيل الكلمه دي خالص واقول له كنترول في. تمام، اقول له جنريت، طلع لي رقم جديد، كنترول سي، واجي هنا اضغط واقول له كنترول في ونقول له نيكست. اهو خلاص دي مهمتها انتهت. بيقول لي لايسنس ثانك يو فور اكتيفيشن، كده البرنامج اتفعل معانا. مجرد ما بنقول له فينش يبقى كده البرنامج معانا نسخه كامله، وباذن الله في خلال الدروس اللي جايه الدرس اللي جاي هشرح لكم ايه هي الواجهه الاساسيه، وبعدين نبتدي على ايه على الشغل بتاعنا، ونشوفكم باذن الله في الدرس اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.